نابولي. الميلان في مأمن الأحيان. ترجع الكرة لباتو، يمشي باتو، يراوغ باتو، يجيب الثالث 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 الثالث، يستناه يستناه باش يحلوا الفراغ الثغرة، والثالث هو جاء هو جاء هو جاء 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 عن طريق الباتو أليساندر البرازيلو. 3-0 لفريق الميلان في انهيار غريب من نابولي وفي ليلة وشوط الإبداع من فريق الميلانو. الهدف الثالث من أليساندر باتو، 11 هدف في الموسم في 17 ماتش. مش ممكن هذا يغادر ميلان، مش ممكن ما يلعبش يا أليجري. أليساندر باتو يبدع في الشوط الثاني، يكون طرف في كل الكرات، يساهم في كل الأهداف، وبهدف ثالث هو الأروع، يمنح الميلان النقاط الثلاث. بالثلاث هي نقاط ثلاث لصدارة وقسم بالثلاث. شوف المرتدة، ما فيش دفاع، وين روح الفريق، وين انضباط فريق. باتو يستنى إبرا يخرج له، حلوا الثغرة بذكاء، فيكسر حارس وحطها له، جباله ناولها له في الشباك. 3 من ميلان، 0 من بارتينوباي. هدف عالمي من باتو، هدف برازيلي من باتو. 3-0 أليجري غمزة.